وبنتأهل بكل الأصدقاء اللي انضموا لنا هلأ بهالوقت هيدا لنروح بمشوارنا إلى عالم العكارات. وبس نحكي عكارات مش أنا بحكي، خبير العكارات وضاح الغصين. أولا ننهار قبل شهر رمضان الكريم، متأهل فيك ونقول لك واو قداش في فرق بين مبارح واليوم. الشمس عم تشعش اليوم، هوا إجمالا ما فيك بالنسبة لمبارح، نهار عن نهار بيفرق، وبكرة رح يفرق أكتر وأكتر ببداية شهر رمضان الكريم. أهلا وسهلا فيك خي وضاح الغصين من رويال بيج ريالتي ذا فيرتكس تيم. أهلا وسهلا فيك جيرن، كيف إن شاء الله ينعاد عليكم وعلى كل العالم بالخير والبركة، وأكيد منحب نعيد المستمعين رمضان على المستمعين، رمضان مبارك إن شاء الله، وإن شاء الله نعدي مرحلة الكوفيد 19 وقبل العيد يكون الموضوع خالص يا رب. والله أنت قلتها كوفيد 19 أولا، سمعت كوفيد 19 أكيد نعيد الجميع، بس بسيرة كوفيد 19 هذا السؤال بيكون على لسان كتار من مستمعينا، وخاصة الأشخاص يلي عم تفتكر تبيع بيتها، تعمل شيء لحد تاني او يشتروا بيت. اولا السؤال الاول والمهم خي وضاح، بيقدر الواحد يعمل ليستنج لهال بهالوقت هذا خلال الكوفيد 19؟ اكيد جيري، بعدنا لسه شغالين هلا بطبيعه الحال، اكيد الشغل كثير خف بحكم انه الناس كلها محبوسه في البيوت، فأي واحد مش مضطر للبيع ما عم بعرض بيته للبيع، وهذا صراحة مسبب أزمة، لأنه في بعد مشتريين في بدهم يشتري بيوت، بس هم برضو خايفين، لكن برضو قد ما بيقدروا بحاولوا يروحوا يشوفوا بيوت، بس في طبعا نقص بعدد البيوت الموجودة في الماركت. يعني آخر يعني مثلا لغاية مبارح منطقة برهيفن ما فيش فيها غير 2 تاون هاوس معرضين للبيع، يعني تخيل يعني المعنى انه في كتير نقص، واللي بيحب يفكر يبيع وعنده سبب مادي انه يبيع بهالفترة، فأكيد بننصح انه هلأ فترة برضو يعني ما تتخيلوا انه كتير الاسعار نزلت، هذا الكلام مش مزبوط. بشكل اوضح الفوركاست اللي اجتنا من رويال لابيج الهيد اوفيس بتورونتو، اجتنا فوركاست كامله عن انه شو ممكن يصير اذا ضل اللوك داون او الحجر اللي احنا فيه هلا حاليا، إذا ضلوا لمدة كمان 6 أشهر الماركت بأوتاوا لا راح يطلع ولا راح ينزل، حيكون 0% increase. طيب so هذا إذا ضلوا اللوك داون لمدة 6 أشهر، وإحنا هلأ حاليا عم نلاحظ إنه في مبادرات، يعني في بلشوا يتكلموا عن انه يفكوا اللوك داون اللي موجود هلا حاليا، فعم بيتكلموا عن مده اسابيع، ما بعرف اذا يعني اكثر من شهر اقل من شهر مش مفهوم لسه، بس عم بيتكلم البرايم مينستر انه مده اسابيع، وبلشوا يفكروا هلا جديا عن انه يخففوا اللوك داون وتبلش إن شاء الله يا رب الحياة ترجع لأمورها طبيعية. فالشغل بعده موجود، الليستينج محتاجينها كتير إحنا الفترة هلأ، إنه في عنا بايرز وفي عنا ناس بدها تشتري، وما في شيء على الماركت نقدر نشتري، وخاصة إنه البيلدرز وقفوا بنا، ما عم بيبيعوا، حتى البيلدرز ما عم بيبيعوا إشي، ما عندهم برودكت حتى يبيعوه، ففي عنا عجز حقيقي الماركت هلا حاليا. طيب خليني اسالك خي وضاح، حدا من المستمعين اللي نقول عم يتسمع علينا هلا بقول واو في بس بيتين بمنطقه بار هيفن تاون هومز للبيع، فانا لكاني هلا وقت مناسب كتير الي لحتى تاني حط بيتي للبيع، كيف بتعملوا له الليستنج والبرزنتيشن
لهالشخص اللي بيحط بيته للبيع خلال هالفترة اللي نحن مثل ما قلت انت محصورين فيها بالبيت وباقيين بالبيت، فكيف تعملوها هالليستنج؟ شوف هلا احنا بطبيعة الحال برضو بنخاف على صحة البايع وبنخاف على صحتنا احنا بشكل اكيد. فاول شيء طبعا نعمل محادثة تلفونية مع البائع، نستفسر عن البيت بشكل كامل. طبعا هذا الكلام كله كنا نعمله وجها لوجه، كنا نروح للبائع ونتعرف عليه ونقابله في بيته ونشوف البيت وخلافه. هلا حاليا صرنا نعمل محادثة تلفونية، فنتكلم بالتلفون عن الماديات، نبحث عن الوضع المالي تبع البائع، نشوف ايش وضع المورجيج تبعه، امتى بنتي، اذا في عليه بنالتي، اذا بعنا البيت وامتى لازم نبيع وقديش السرعه لازم نبيع فيها البيت. وبعدين نطلع كمان عندنا بالسيستم نشوف قديش ممكن نسعر البيت، من طبعا نتكلم من غير ما نشوفه، بس أكيد هذا بيكون سعر مش دقيق. فبس نوصل لسعر مثلا ما بين 10,000 فوق أو تحت من السعر اللي ممكن نوصل له من غير ما نشوف البيت. يعني مثلا بنقول له أوكي والله أنت التان هاوس تبعك، الموديل تبعك، بالعمر تبعك ممكن يتراوح ما بين 500,000 ل 520. فإذا البائع مستعد يبيع بيته بالسعر بين الرقمين هدول، ساعتها نعمل موعد ونروح نشوف البيت ونطلب من البائع انه يحاول يفتح لنا كل الابواب ويفتح لنا كل الخزانات حتى نقدر نشوف البيت من غير ما نلمس شيء. طبعا ما فيها قاعدة زي زمان كنا نقعد ونتكلم وناخذ راحتنا ونتضيق. فهلا طبعا لا، هذا نروح نشوف البيت على السريع، ناخذ الابجريد اللي بنشوفها، نتاكد انه وضع البيت زي ما هو شرح لنا بالتلفون، وبنعطي له السعر الاقرب اذا كان 500 او 520. طيب. وبعدين بنعمل هالليستينج بالورق كله الكترونيكلي. كنا زمان طبعا ناخذ الورق وناخذ التوقيع كلياتها لما نتقابل مع الزبون، هلا كله صار الكترونيكلي، نبعث له كل الورق، نشرح له كل التفاصيل على التلفون. فبنحاول نقلل قد ما بنقدر المواجهه او المقابله اللي بنسميها فيس تو فيس بيننا وبين البائع، لحمايه البائع لحمايه انفسنا. طيب خليني اعرف خي وضاح بالعرض البيت او الستيجينج فينا نقول تبع البيت، هيدي من اهم اشياء للعلاقات بين البيع وبين الشراء ليشوفوا ليبيعوا. هلا كيف عم بتعملوا هالستيجينج هيدي تبع البيوت خلال هالوقت هذا؟ صحيح. هلا في خطوات مختلفه عم نتخذها. فكان كنا بالاول نتواصل مع الستيجر ونبعث الستيجر على البيت حتى تاخذ نظره على البيت وتحدد لنا ايش الشغلات اللي ممكن نعملها. هلا حاليا لما اروح انا اشوف البيت واخذ نظره، بصور فيديو كامل للبيت طبعا بموافقه البائع، بصور فيديو كامل للبيت بكل تفاصيله وببعث هذا الفيديو للستيجر. اذا نقدر نعمل ستيجنج من غير ما الستيجر تروح تشوف البيت او تلمس اشي بالبيت او تغير اشي في البيت شخصيا، ساعتها نعمل الاقتراحات للبائع بس لما نشوف الفيديو. فالستيجر بتعرض علينا افكار، تقترح انه اوكي والله لا، هاي الكنبة حسب ما انا شايفة بالصورة زيحة على الطرف الفلاني، الستارة هذه مثلا فكها بس خلي البلايند، الإضاءة شوية ضعيفة خلينا نقول إضاءة بالغرفة الفلانية، جيب لك مثلا شاندلير أو تيبل لامب ضيفها على الغرفة الفلانية، جيب لك لوحة على بالماستر بدروم حطها فوق البيت وخلافه. تقدر تعطي هذه الاقتراحات كليتها على التلفون بعد ما تشوف الفيديو. إذا
البيت بحتاج ميجر ستيجنج، انه لازم نغير الفرنتشر ككامل ونشيل الفرنتشر الموجوده ونحط فرنتشر جديده. هذا طبعا اقتراح وارد لكن صعب شويه تنفيذه بالفتره الحاليه. عم نحاول قد ما بنقدر انه ما نضطر نعمل تبديل العفش كامل بالبيت، لانه في احيانا نضطر نبدل العفش كامل في البيت حتى ناخذ الرونق اللي بنقدر نوصل له حتى نعلي السقف. طيب خي وضح السؤال بدي اسالك اياه هلا، هو بجزئين. اولا هو بخص اولا البيع اللي عم يبيع بالنسبه للامان تبعه. اولا كيف بيقدر البيع على بيع البيت يحضر البيت للشوينز طبعا خلال هالفتره هايدي ليجي الناس يشوفوه، وكيف كمان بتقدروا انتم كخبره عقارات والسيلز بيبل بالريل استيت تقدروا تحموا هالشخص اللي عم يبيع بيته من اشخاص يلي جاي على البيت ممكن تكون مريضه او ساخنه او شيء؟ حلو ممتاز. طيب هلا احنا لما نيجي نعرض البيت للبيع في زي بنسميها تستيمونيال او مثلا زي الافيديفيت، يعني فبنخلي السيلر يوقع على ورقه باسئله معينه، انه هل كان مسافر بخلال الاسبوعين الماضيين، هل قابل حدا كان مسافر خلال الأسبوعين الماضيين، يعني عدة أسئلة بالشكل هذا، وهل عنده هو أو أي حدا من العائلة اللي ساكنة في البيت عنده أي حرارة، عنده أي سنيزين، عنده أي symptoms of flu، هل فحص للكوفيد، لأنه في ناس فحصت أكيد وعندها التست ريزلتس، هل فحص للكوفيد 19، هل بيشتغل حاليا من البيت أو بروح بيشتغل بعده. في كتير ناس طبعا لسه بعدها بتروح على أشغالها لأنه essential services زي حالتنا إحنا، فهل نضطر يروح يشوف زباين برا، بروح على المكتب تبعه بيقابل ناس هذا، وإيش الإجراءات اللي بيستخدمها لما يقابل الببليك أو يروح على شغله؟ كل هاي الأسئلة بنسألها للزبون وبنخليه هو هو أو هي يوقعوا أو كلاهما يعني يوقعوا على زي الأفيديفيت إنه هم جاوبوا بكل honesty. فهذه أول خطوة، هذه إحنا هيك بنتأكد إنه البائع ما عنده قد ما بنقدر، طبعا قد ما بنقدر إنه البائع ما عنده الكورونا فيروس، فهذا لشخصه هو. هلا بالنسبه للبيت، لا شو بدنا نعمل احنا بالنسبه للبيت حتى نتاكد انه البيت خالي من الكورونا فيروس، سواء على الارض او على الشلف او على الكاونترز او على ايدين الابواب. فنطلب اكيد من البائع انهم يقوموا بتعقيم كامل للبيت، بالنسبة للأرض، بالنسبة للكاونترز، بالنسبة للإيدين، بالنسبة للفلور، اللي هو طبعاً كتير ناس هذا شيء طبيعي عندهم وبيعملوه بشكل شبه يومي، اللي هو الجنرال كلينينج، يعني بيستعمل منظفات للأرض، للفلورز، بحطوا منظفات للكاونترز، بنظفوا ايدين الابواب، اي اشي ممكن ينمسك في الايد زي ايدين الخزانات زي ايدين الابواب، هذا كلها بيكون بتعقيمها بمنظفات يكون فيها نسبة من الكلور او المنظف. فهيك احنا بنتأكد انه البيت طبعا خالي من اي جراثيم، وساعتها بنقدر نعرضه على الليستنج. صرنا عم نسمع كلمة virtual open house قد ما عم نسمع social distancing، تنانيتهم تقريبا مرتبطين ببعضهم. خبرني عن ال virtual open house، يا هل ترى هذا الكونسبت اللي هلا عم تستعملوه بحاجة لتستعملوه عم بتلقى شيء success والعالم عم تقبل بهالشيء؟ صح، حلو هذا. ال virtual open houses
هذا كونسبت جديد كليا. طبعا احنا ما كنا نعمل هيك قبل الفترة العادية. احنا دائما بنحب المقابلة الشخصية بيننا وبين المشتري، هيك بناخذ فكرة اكثر ومطمن اكثر انه المشتري فعلا مهتم في البيت، واذا في عنده اي اسئلة يقدر يسأل الاسئلة المناسبة. هلا حاليا طبعا بحكم الوضع الحالي بنحاول نخفف قد ما بنقدر الناس اللي تدخل البيت. في عنا تكنولوجيز كثير برزت على الساحة وصرنا نستعملها، وتعاقدنا مع كذا شركة تستعمل زي فيرتشوال تور للبيت، وهذا بنعمل دعاية على كل السوشيال ميديا تبعتنا انه يوم الاحد اللي هو المعتاد بين الساعة 2 و4 حيصير في اوبن هاوس فيرتشوال تور للبيت الفلاني. ففي كتير ناس بتعمل لوجن وبصير في زي كونفرنس، بتجول انا بالبيت كليته، في ناس ممكن تسالني اونلاين انه اوكي طب ممكن تفتح لي الخزانه هذه اشوف ايش جواها، ممكن تشوف لي مثلا اذا في تحت المغسله في اي ليك بالمنطقه هذه، ممكن تدخل لي على غرفه الفرنس اشوف بس قديش مساحه الستورج حوالين الفرنس. فكل هذا بكون انا موجود بالبيت بين الساعه 2 و4 بالجهاز تبعي اللي بيسمح لي اني افتح لايف للناس هذه، وهم بيعملوا لوجن على السيشن اللي احنا عاملينه اونلاين وبتفرجوا معايا على البيت وبفرجيهم البيت بشكل كامل وبيسالوني اي اسئله بحبوها. طيب خليني احنا بنسمح لهدول الناس يشوفوا البيت بشكل كامل ويتجولوا في البيت بالطريقه اللي هم بيشوفوها مناسبه حتى يقدروا يقرروا إذا هذا البيت ممكن يعملوا عليه appointment وييجوا يشوفوه شخصيا بعد هيك أو لا. طيب سؤال بدي أسألك إياه ما كنت حاطه ببالي، بس هلأ من حضرة كلامك أنت بس قلت أنت إذا حدا بده يعني يفتح الكيتشن كوفر لشوف إذا في ماء بتضرب أو شيء لا يعرفه. السؤال بهالوقت هذا الهوم انسبكتورز عم بيكونوا موجودين ليعملوا الانسبكشنز للبيوت عم بتديل سبعة بتسكر؟ هذا سؤال حلو. هلا في في كتير بطبيعة الحال هوم انسبكتورز بطلوا يرضوا يروحوا يشوفوا البيوت. هذا شيء طبيعي لأنه احنا بالاخر هيومنز يعني احنا عندهم عيالهم بدهم يحموا. بالضبط. في كتير ناس من الانسبكتور زي احنا برضو الايجنتس نفس الاشي. في كتير ايجنتس برفضوا يعملوا اي شوينج حتى لو انه احنا نعتبر اسينشال سيرفيسز. في انسبكتورز كتير برضو نفس الاشي برفضوا انه يروح يعملوا اي نوع من الانسبكشن. فهلا حاليا عم نحاول قد ما بنقدر انه نلاقي انسبكتورز، وفي عنا اكيد باللستة تبعتنا في كذا انسبكتور بعدهم شغالين وبعدهم مستعدين يعملوا انسبكشن. طبعا بياخذوا احتياطات قصوى، اكيد ما لازم يكون حدا بالبيت لما يكونوا يعملوا انسبكشن، وبكونوا لابسين اكيد كمامه وبكونوا لابسين جلوفز وبكون الهاند سانيتايزر معاهم وبكونوا يعني تعرف هذول اللي بيدخلوا زي بمعمل نووي بكون لابس من فوق لتحته. مزبوط. هدول هيك حرام بكونوا لابسين حتى يتأكدوا انه هم ما ينصابوا بأي جرثومة من البيت او ما يعدوا اصحاب البيت بأي جرثومة، فبدخلوا البيت وبعملوا انسبكشن. فطبعا الموضوع شوي بس عم بيتم علينا وعليهم، بس عم بيتم بعدنا يعني بنلاقي حلول. طيب خليني اسالك خي وضاح، بالنسبه انت يمكن لمحت عليها شوي هلا انت بحديثك بالقبل، بس تعملوا الاوبن هاوس عم تستعينوا كثير بالسوشيال ماركتينج، بس الماركتينج للبيوت للبيع البيوت يعني من اهم اشياء، يعني اذا ما فيكم توصلوا البيت لحدا ان كان الصور ان كان السعر ان كان كل شيء لازم تعملوه طبعا مع اللي رح يعرفوا عنه،
فأي عم تستعينوا بإشياء جديدة هلأ غير شكل للماركتينج تبع هالبيوت هيدي؟ صحيح هلأ في تعاقدنا مع وموجودين هدول الكمبانيز كانوا زمان بس زي ما تقول مش كتير كنا بنستعملهم لأنه ما كنا حاسين إنه إحنا لنا حاجة فيهم إلا للبيوت اللي أسعارها فوق المليون دولار. هلأ صرنا نستعملهم لأي نوع من البيت، لأي أبارتمنت، لأي سواء سينجل أو تاون هاوس أو أي وضع. شركات بتعمل زي 3D virtual tour. فال3D هذا بيعمل لك مجسم كامل 3D ممكن الزبون يفتحه على الكمبيوتر ويشوف البيت بشكل كامل بكل طبقاته بكل غرفه بكل العفش اللي فيه جوا الغرف. تقدر الزبون على الكمبيوتر ينقي الغرفة ويقلب البيت زي ما بده يمين وشمال فوق وتحت ويشوف الغرفة بشكل كامل. وحتى بقدر كمان في طول بالسيستم هذا يقيس الغرفة من يمينها لشمالها من بعد الكنبة عن نهاية الحيطة مثلا بعد التخت عن طرف الحائط اللي وراه أو اللي قدامه. يعني بقدر يقيس كل المسافات بقدر يقيس المسافة من 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 السقف للأرض حتى أشوف إذا 9-foot ceiling ولا 8-foot ceiling. يعني سيستم كتير ديتيلد وبيفرجيك حتى إذا في تين على السجادة إذا في بقعة على السقف مثلا كاين الروف عن الليك كاين في بقعة يعني to that detailed. وهذا إذا في الليستنج ايجنت عامل الـ3D تور طبعا الانسبكتر بتطلع على هذا الـ3D تور وبيعمل اللي بنسميه فيجوال انسبكشن للبيت. هو عم بتطلع على الـ3D بيشوف كل الغرف وبيشوف كل الأمور هذه قبل ما يروح يشوف البيت شخصيا. فهيك لما يروح يشوف البيت شخصيا ممكن كتير غرف ما يضطر يروح يدخل عليها فبيخفف الكونتاكت تبعه بالبيت وبالأغراض اللي موجودة في البيت. طيب. هذا الـ3D تور بيسمح لنا بشكل كتير كبير انه نفرج البيوت لعدد ضخم من الناس using السوشيال ميديا. طبعا صرنا نقدر انه نفرج البيت لعدد اكبر بكتير من اللي كنا نقدر نفرجيه قبل هيك لانه قبل هيك لا الناس والله تتصل بالتلفون المعتاد والله بدي اجي اشوف البيت تعمل موعد معه والله جدت عنده ظروف قدر يجي ما قدر يجي من هالكلام. هلا نقدر نعمل برودكاست نقدر نعمل براندينج وماركتينج للبيت ونعرضه بشكل مكثف على كل انواع السوشيال ميديا وعلى الانترنت طبعا باستعمال تاجز معينه وكي وورد معينه. ممكن اي واحد يعمل سيرش بالجوجل يلقط هذا البيت وتفتح معه على الكمبيوتر فيقدر يشوف هذا الـ3D تور ويشوف البيت بكل اطرافه بكل جوانبه. شيء كثير very technologically advanced وكتير حلو صراحة. طيب خي وضاح غصين من رويلا بيج ريالتي ذا فيرتكس تيم بنحكي معك عن بيع البيوت والليستنجز تبعها والشراء بهالوضع هذا. الوضع هذا عم نحكي عنه هي اللي هو الكوفيد 19 اكيد يعني ما بنتمنى حدا يصير له شيء بس لا سمح الله حدا بخلال هالفترة هيدي كلها صار مجبور يعمل ان كورنتين ان كان قبل كلوزنج ديت او شو كان البياع او الشر شو في بروتكشن لهالشيء للاشخاص اللي مجبوره تضل بالكورنتين وهن ما كانوا عاملين له حساب بالنسبه للكلوزنج ديت وغير. طيب هلا اول شيء بالنسبه للبايرز اللي بدهم يجوا يشوفوا البيت احنا كمان بالنسبه للاسئله اللي تحكيناها بالنسبه للبائع برضه بنسألها للباير وبناخد توقيع الباير قبل ما نجيبه نفرجي البيت بس عشان نوضح الموضوع هذا يعني ممكن الناس تسأل بتقول لك طب من البائع بوقع الغراء طب والمشتري اللي بده يجي يشوف البيت
برضه بنوقع على ورقه، اي مشتري بيجي قبل ما نشوف البيت بنوقع على ورقه وبنساله الاسئله هذه حتى نطمن قد ما بنقدر انه ما يكون عنده الفيروس. هلا بالنسبه للعقد نفسه، العقد هلا جديد، احنا كرويال بيج وكثير شركات ثانيه اعتمدوا بعد طبعا مساءله ومحادثه بيننا وبين الانتاريو كانسل وبيننا وبين المحاميين، اعتمدنا نوع معين من الكلاوزز صرنا نحطها بالاوفرز اللي بنستعملها. الاوفرز الكلاوزز هذه بتشرح ايش اللي بصير اذا واحد من الطرفين البائع او المشتري انصاب بكورونا فيروس وما بقدر يطلع من البيت او ينقل على البيت بالفتره هذه، فطبعا بصير في تاجيل للكلوزنج لمدة 14 يوم حتى نتأكد أنه طاب هذا البائع أو المشتري. لازم نراعي طبعاً بالفترة هذه حالياً الأوضاع اللي ممكن تصير هذه. أكيد بننصح الناس أن إحنا ندير بالها بالفترة هذه، لأنه في طبعاً في تراكمات انترست، في تراكمات بنالتيز ممكن تصير إذا تأخر بكلوزنج. بس قد ما بنقدر في عندنا الكلاوزز هذه بتحمي الطرفين وبتحدد ايش ممكن يصير اذا صار في اي تعطيل لهذا الموضوع. الوقت عبيركد كتير، بعد عندنا دقيقتين قبل نشرة الاخبار، فراح اسالك سؤالين بهالدقيقتين. سؤال الاول، كيف عم نعالج الموضوع الكي ترانسفيرز، بس ننقل المفتاح للشره خلال هالفتره هاي؟ خلال الفترة هذه احنا عم نحاول نطلب من البائع انه المفاتيح كلها يسيبها عنده في البيت بعد ما يطلع وبعد ما يعقم البيت كلياته، ويحط المفتاح بمكان سري احنا بنعرفه، او منوفر لوك بوكس على الباب ومنخلي البائع يحط نسخة واحدة من المفتاح وبقية المفاتيح مع كراج دور اوبنر وكل المانيول تنحط جوا البيت. كنا زمان طبعا نعطيها كل هاي المعلومات والمفاتيح والكراج دور اوبنر نعطيها للمحامي والمحامي يسلمها للمحامي الثاني وبعدين المحامي يسلمها للمشتري. هلا حاليا صرنا نطلب نخلي المفاتيح كلها هذه في البيت ونحط بس لوك بوكس على الباب ونخلي المفتاح على الباب ونتاكد انه البيت كلياته تعقم قبل ما يتسكر الباب عشان المشتري الجديد قبل ما يدخل يقدر يدخل بسلامه. وضح لصين رويال بيج ريالتي ذا فيرتكس تيم، شو في جديد عندكم؟ شو في جديد؟ هلا احنا طبعا بحكم انه الوضع الحالي عم نطلع على كثير تكنولوجيز جديده، عم نطلع على اساليب جديده، على افكار جديده، وفي عندنا كومبليت ريبراندنج للتيم عم نشتغل عليه هلا حاليا. ويب سايت جديده كامله عم نبنيها حاليا، مفروض نقدر نحطها أونلاين خلال الأسبوعين اللي جايين. حيكون كل إشي عندنا فيرتشوال، كل الليستنجز عندنا حتكون فيرتشوال أونلاين، حتكون على الإنترنت والناس تقدر تشوفها بالتكنولوجي اللي إحنا شرحناها. كل الليستنجز حتكون موجودة بالليستنجز تبعتنا وكل الليستنجز تبعت الريلتور.ca، يعني كل الليستنجز المعروضة على الانترنت حتكون كلها موجودة عندنا على الكمبيوتر، بالإضافة إلى البيوت اللي انباعت بالأسعار اللي انباعت فيها. احنا حنوفر هذه السيرفيس على النيو ويب سايت اللي حنعملها لانش قريب خلال الأسبوعين اللي جايين. حتقدر الناس تشوف كل هاي المعلومات بالبيوت اللي انباعت. كل واحد ممكن يقدر يشوف جاره بقديش باع حتى يقدر يقرر هو انه ممكن يعرض بيته الفترة اللي جاية هذه او لا. اوكي حلو، وضح لغصين رقم التليفون فين يتواصل معك للمستمعين. تليفوني 613-878-3041 613-878-3041. ممكن يتواصل معنا طبعا على السوشيال ميديا او www.thevertexteam.com. شكرا لك وضح لغصين رويال بيج ريالتي ذا فيرتكس تيم، ستي سيف ورمضان مبارك لك ولعائلتك، وكمان الصيام مبارك يا رب. شكرا ينعاد عليكم ان شاء الله، وشكرا اهلا وسهلا.